يجب أن نكون موضوعيين في موضوع المساعدات الإنسانية. هذه أولاً كارثة ضخمة جداً، يعني تعجز عنها الدول الكبرى كما تعرفون، وهناك ظروف صعبة أمام الشعب السوري في شمال سوريا أصلاً من قبل، يعني تتعرض للحصار منذ سنوات طويلة، ثم تأتيها المساعدات الدولية فقط من معبر واحد وهو باب الهوى، وبالتالي هذا المعبر تضرر كثيراً وأخذت 3 أيام لإصلاح الطريق إلى معبر الهوى، واليوم الخميس دخلت أول الشاحنات إلى الشمال السوري لأسباب طبعاً لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالمواقف الدولية، هناك ظروف على الأرض. يعني من جهة أخرى الأمم المتحدة عادةً لا تملك هذه المعدات الضخمة. الأمم المتحدة ليست دولة، ليس لديها مخازن من المعدات الثقيلة للتنقيب تحت الركام، هذه مسؤوليات دول. الأمم المتحدة تناشد جميع الدول التي لديها إمكانيات أن تسرع في إيصال هذه المساعدات، وخاصة في موضوع البحث تحت الأنقاض. وكذلك نقطة أخرى، الأمم المتحدة تعمل على إطلاق نداءات لتمويل عمليات الإغاثة، وهو ما عملت، وستقوم يوم غد أيضا بإطلاق نداء لجمع أكثر من يعني حوالي 40 مليون دولار للمساعدات فقط للشمال السوري. والمنسق الأمم المتحدة السيد مارتن جريفيث في طريقه الآن إلى مناطق سورية المنكوبة والمناطق التركية طبعا. لذلك يعني وضع اللوم على الأمم المتحدة ليس من قبيل الدفاع عن الأمم المتحدة، لديها عيوب كثيرة، لكن في مثل هذه الحالات الدول هي التي يجب أن تسرع وتقدم المساعدات، ويجب التسهيل لإيصال هذه المعدات والمساعدات من قبل المسؤولين. هناك بعض الخطوط طبعا تعرفون، هناك إغلاق على بعض المناطق في شمال سوريا من جهة النظام أو من جهة تركيا، هناك صعوبات. لذلك يعني نحن أمام كارثة من الصعب على دولة واحدة أو دول حتى مجتمعة أن تتعامل بها فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذ.